موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بداية، تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أمس مكالمة هاتفية من وزير خارجية المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وتبادل الطرفان وجهات النظر والتنسيق بشأن الاستحقاقات الوشيكة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها الجهود الدبلوماسية المبذولة لتمكين دولة فلسطين من العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة. تواصل الجزائر جهودها الدبلوماسية في المنابر الدولية وتكثف المبادرات نصرة لأم القضايا العادلة، حيث أعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ جراء التدهور الأمني والغذائي في قطاع غزة في ظل استمرار استهداف عمال الإغاثة الإنسانية العاملين بالقطاع. واعتمد مجلس الأمن المبادرة التي تقدمت بها كل من الجزائر، غويانا وسلوفينيا، حيث أعرب عن قلقه البالغ إزاء مقتل 7 من أعضاء فريق المطبخ العالمي بغزة في غارات إسرائيلية، داعيا إلى ضرورة المساءلة عن جميع هذه الأحداث وإجراء تحقيق كامل وشفاف في الحادث. مجلس الأمن اعترف أيضا بالجهود المتميزة للعاملين في المجال الإنساني والطبي وموظفي الأمم المتحدة بغزة رغم الظروف الصعبة والخطرة، معربا عن دعمه الكامل لعمل منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في القطاع. وفي تطورات الوضع الميداني بقطاع غزة، استشهد صباح اليوم 25 فلسطينيا وجرح العشرات جراء غارة جوية صهيونية استهدفت منزلا في حي الدرج وسط مدينة غزة. كما استشهد فلسطينيون في قصف عنيف شمال مخيم النصيرات الذي يشهد منذ الصباح معارك محتدمة بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال الصهيوني المتوغلة تحت غطاء جوي وأحزمة نارية مكثفة، استهدفت أمس محطة توليد الكهرباء وعدة منازل وأسفرت عن ارتقاء 7 فلسطينيين شهداء. أما بالضفة الغربية فقد استشهد شابان وأصيب 2 آخران برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب محافظة طوباس. في أخبار الطقس، أفادت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية بتساقط أمطار رعدية أحيانا مرفوقة بحبات البرد اليوم وغدا على عدة ولايات من شرق وجنوب البلاد. النشرية تخص كل من ولاية أم لبواقية الوادي تجرت المغير بالإضافة إلى شمال ورقلة وتبسة، حيث من المتوقع أن تتراوح كمية الأمطار ما بين 40 و60 ملمتر وتصل أو تتجاوز محليا 80 ملمتر طيلة فترة صلاحية هذه النشرة التي تمتد من 6 صباحا من اليوم إلى غاية من اليوم الجمعة إلى غاية الساعة 6 من مساء يوم غد السبت. كما تخص ذات النشرية كلا من ولاية جلال، غردية، جنوب الجلفة، جنوب الأغواط وشمال المنيعة بكميات من الأمطار تتراوح ما بين 20 و40 ملمتر وقد تصل أو تتجاوز محليا 50 ملمتر. اختموا هذا الموعد مشاهدينا في أمان الله.